انا تواجد معاك. كمان زي ما انت بتقولي قيمة مضافة انتبهت ليه الدولة والسفيرة دكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عملت مبادرة رائعة جدا اسمها اتكلم عربي مع الوزيرة. مساء الخير. مساء النور يا أستاذة سهير، مساء النور يا أستاذة مفيدة اهلا والضيوف الكرام. وسهلا، اهلا وسهلا بحضرتك سيادة الوزيرة، نورتينا وشرفتينا، سعداء ان احنا يعني نتقبل التليفون الجميل ده من حضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اتكلم عربي، حضرتك شايفة النتيجة حتى الآن؟ يعني احنا بقالنا اكتر من سنة تقريبا. خليني في البداية أولا يعني أهنيكم على عودة البرنامج مرة أخرى وعلى هذا البرنامج الجديد، الله يخليك. والحاجة الثانية على أهمية طرح هذا الموضوع الهام، لأنه إحنا بنتاخد بالراحة لثقافات أخرى ولغات أخرى من غير ما ناخد بالنا، وبنفقد هويتنا. اللغة هي الهوية، الهوية المصرية. وخلوني أقول لكم ليه سبب إن وزارة الهجرة الحقيقة دخلت في هذا الملف، لأنه وزارة الهجرة بتتعامل مع المصريين في الخارج، مع الجيل الثاني والثالث اللي معاهم عذرهم إن هم عايشين في ثقافات غربية ولغات أخرى، وإحنا مش ضد الانفتاح على اللغات الثانية ولا الثقافات الثانية، ولكن بنطلب منهم إن ما ينسوش لغتهم، لغة بلدهم، وما ينسوش كمان هويتهم. لأنه من ضمن الحروب اللي الدولة بتواجهها حرب طمس الهوية، وإذا إحنا عايزين نفرغ مجتمع من هويته نسحب لغته، فما يقدرش يعبر وما ينفعش يتواصل، ويحصل مساحة كده كبيرة بيننا ما بين الأجيال الثانية والثالثة اللي في الخارج وبين وطنهم. الأخطر إنه لما أطلقنا مبادرة، والحقيقة حظينا بالرعاية الكريمة لسيد رئيس الجمهورية برعايته لهذه المبادرة الهامة، اكتشفنا إنه إحنا في الداخل عندنا هذه المشكلة، زي ما الضيوف بيكلموا، زي إن إحنا جوه مصر الولاد عايشين في بوتقة منعزلين تماما عن ثقافة الدولة وعن لغتها. صح. ولو رجعنا شوية كده، إحنا الإنجليز احتلونا كم سنة؟ الإنجليز 70 سنة قدروا يغيروا، فينا لغتنا؟ لا، ودي كانت ظاهرة، والفرنسويين كذلك. كان دايما احنا يقولوا خليناهم مقبرة الغزاة، مصر مقبرة الغزاة، وخليناهم يتكلموا لغتنا. احنا خليناهم ينطقوا عربي. صح. لما بنسمع في الأفلام زمان يا حبيبي وهات الكوباية والكلام ده كله، هو اضطر ان هو يتكلم بلغته. احنا حافظنا على لغتنا وحافظنا على ثقافتنا، ليه دلوقتي مش عايزة اقول نتنازل، بس بنستهون بهذا الموضوع؟ الموضوع ده في غاية الخطورة. والحقيقة ان مبادرة اتكلم عربي مش مبادرة لمحو الأمية. المبادرة دي بنتكلم عن الهوية المصرية، بنتكلم عن قيمنا، عن تقاليدنا، لأن اللغة كمان قيم وتقاليد واحترام كبير وتعايش سلمي وقبول آخر، حاجات كتيرة جدا جدا. عشان كده كان لابد أن احنا نعمل تطبيق على التليفونات الأندرويد والأبل لولادنا في الخارج مع دار نهضة مصر، وبحيي أستاذة داليا إبراهيم رئيسة مجلس إدارة. حلو قوي الفكرة دي، تطبيق، لأن الولاد دلوقتي أسهل حاجة البلاي ستيشن. صح. فلازم إن إحنا لما نيجي نحببهم في العربي، أولا لازم أسحبه إن هو يكلم عني، أنا عايزة أقربه مني. أنا لو أنا قلت له لا أنت لازم تقول لي أنا أريد خبزا، وهو عايش بره يقول لي لا أنا ماليش دعوة بيكي. صح. إنما لازم أقربه من لغتي العامية، وبعد كده أدخله على الفصحى. فعملنا هذا التطبيق المرحلة الأولى من 3 لـ6 سنوات، ودلوقتي بنشتغل على من 6 سنوات لـ12 سنة. الولاد الحقيقة الترحيب بقى، ردا على سؤالك يا أستاذة سهير، الولاد وأسرهم في الخارج مبسوطين إن الولاد بينطقوا عربي، عايزين يتعلموا، قاعدين على تليفوناتهم بيلعبوا التطبيق بتاع اتكلم عربي. إنما علشان أيضا إن إحنا ندخل في هذا الملف، لازم كمان مش بس إن أنا أقول له دي هويتك، لازم كمان ان انا اقلقه. بمعنى ايه؟ ودي حاجه كوزيره للهجره لازم اقولها لحضراتكم. انا عندي حاله من يعني المصريين في الخارج ساب البلد وهو عنده 3 سنين، وهاجر مع اهله المانيا.
وبنرجع للي قالته أستاذة منال، مسؤولية الأهل، طبعا مسؤولية البيت. والولد أهله في ألمانيا ما يعني ما اهتموش إن هم يعملوا له أوراق مصرية، ولا اهتموا إن هو يعلموه عربي، خلاص هجروا. بعد عمر طويل أولياء الأمور دول أو أسرته توفوا، الأب والأم، وهو دلوقتي بقى شاب عنده 40 سنة، وعنده ميراث في مصر وعنده ممتلكات في مصر، فعايز ممتلكاته بس مش عارف يتصرف. فالمحامي بعت له ورقة قال له دي توكيل أو ده توكيل، امضي لي عليه عشان أقدر إنه أنا أتصرف لك في كل هذه الممتلكات وأجيب لك حقك. الشاب المصري ده مش بيعرف يقرأ عربي ولا يعرف يكتب، مضى على التوكيل، وإذ بي يفاجأ إنه ده بيع لكل حقوقه وكل ممتلكاته. فإذا اللغة مهمة، مش بس علشان إثبات الهوية، حماية لأولادنا. أولادنا لازم يعرفوا يقروا، لازم يعرفوا يكتبوا عشان حماية ليهم هم كمان.